اليوم نحتفل في افتتاح أو إنجاز حملة تصليح وتأهيل العجلات بمختلف أنواعها، العجلات المدرعة والعجلات الاختصاصية وكذلك الأسلحة الموجودة. تقريبا أكثر من 250 عجلة ومعدات وأسلحة قاموا الرجال الأبطال في إسناد الأبطال في ساحة الميدان من خلال إعادة تأهيل وتصليح هذه المعدات، وهذا عمل كبير حقيقة، وجود كبيرة قامت بها مديرية الهندسة الآلية الكهربائية، حيث شرع صنف الهندسة الآلية الكهربائية ضباطا ومراتب بتهيئة وجرد هذه العجلات والدروع، وتم إعداد حملة وسميناها تشرفا بحملة إرادة النصر الأولى، تيمنا بمعارك التحرير، معركة إرادة النصر. الحقيقة حملة النصر هي أول حملة بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي. جهود السيد المدير، مدير الهندسة الآلية الكهربائية، وجهود مهندسين وفنيين الصنف أعادوا تصليح وبناء هذه المعدات بجهود ذاتية، ورفض الجيش العراقي بمعدات يعني كسيطرة نوعية ممتازة. معمل تصليح العجلات مختص بتصليحات القاعدة للعجلات الثقيلة والمتوسطة اللي تشمل عجلة أشكوش، باجر، أمراب، والعجلات الهنفي، بالإضافة إلى المولدات والمطابخ السفرية. تم إنجاز العديد من العجلات العاطلة ورفض الجيش العراقي بها إعادتها للخدمة مرة ثانية.